بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده واحد من الناس. من اجمل الكلمات اللي في القاموس الانساني كلمه الرحمه. الرحمه اللي فيها الضمير، فيها الحنيه، فيها كل مشاعر الانسانيه. الرحمه اللي بتخلينا نمد الايد، نساعد ونطبطب ونواسي ونراعي ونهتم وكمان نحب. الرحمه اللي بنعملها من غير انتظار اي ثواب او مكافاه، لانها نابعه من القلب. وده بالظبط اللي عملته مدرسة الفرنساوي اسمها ميس ميرا. الأستاذة ميرا بتحب الكلاب من زمان، ولما حصلت أزمة كورونا الناس بقت تخاف من الكلاب وترميها في الشارع. ميرا فكرت تحول بيتها المكوّن من 4 طوابق لملجأ لكل الكلاب اللي بتشوفها في الشارع. فكرة كلها إنسانية ورحمة. كان لازم نحيي صاحبتها ونقول لها شكراً. طبعاً قصة ان انا افتح شيلتر والكلام ده دي جت صدفة بحتة، ما كانتش مترتبة اصلاً. انه كانت فترة الكلاب كانت بترمي الكلاب المنزلية اللي زي دولة بترموا كتير في الشارع. وديت لجمعيات كتير بالرفق بالحيوان، وفي الاخر ما بقاش في اماكن، وطلعت تبني كتير، وفي الاخر بدأت ان انا احط عندي في شقة فاضية. اتحولت فجأة في خلال شهور لشيلتر فيه 30 و50 و70 و90 كلب. قبل الكورونا كنت بصرف عليهم من شغلي البيزنس بتاعي، وكان كل حجم الشيلتر حوالي من 90 ل110 كلب. انا عندي تقريبا ما بين 300 ل350 كلب، وكان في بعض المساعدات من اصدقاء بسيطه بيكملها شغلي. بحبهم جدا وهم عارفيني. يعني انا في منهم كلاب لما بيطلعوا تبني انا بفتكر ان هم نسيوني، بفاجئ ان المتبني بيبعت لي فيديو يقول لي لما سمعوا صوت، لما الكلب ده سمع صوتك في اللايف بقى مهايبر واتجنن بيدور عليكي. فطبعا دي حاجه بتخليك انت تستمر او تتفاعل مع الكلاب اكتر. بتعرض نقد كبير جدا من الناس اللي هو الحياه الانسان اولى، وانت بداية فلوسك. طب حضرتك الانسان اولى بالعمل، ربنا اوصانا بالعمل الا لو كان عاجز، لكن ده حيوان ابكم اصم ما يقدرش يشتغل ولا يصرف على نفسه ولا يقدر يعالج نفسه.